الدولة التونسية لن تتسامح مع المتاجرين بالبشر ومنظمي عمليات الهجرة غير الشرعية من السواحل التونسية نحو أوروبا. هذا ما أكد عليه الرئيس قيس سعيد خلال زيارته غير المعلنة لمقر قوات بحرية للحرس الوطني في ولاية المهدية. زيارة جاءت في الوقت الذي شهدت فيه هذه الولاية الساحلية الواقعة في وسط البلاد ارتفاعاً غير مسبوق في محاولات العبور بحراً بطرق غير نظامية خلال الشهر الماضي، وقد نجحت قوات الأمن في إحباط عدد لا بأس به من هذه المحاولات، التي لمح سعيد خلال زيارته إلى أن هناك جهات تدفع نحو استمرارها لإحراج الدولة التونسية مع شركائها الأوروبيين. كما شدد سعيد مرة أخرى على أن المعالجة الأمنية لهذه الظاهرة التي تطال الشباب خاصة غير كافية، وأنه لا بد من توفير الشغل والحياة الكريمة لهؤلاء ومنحهم الأمل في حياة أفضل داخل وطنهم. وقيل لي في كثير من المناسبات من قبل عديد الدول أننا مستعدون لمدكم بالمعدات، قلت أفضل من المعدات أفضل أن نقضي على الأسباب التي أدت إلى الهجرة وعوض هذه الأموال يعني المليارات، يمكن أن نخلق مواطن شغل ونقضي على الأسباب، عوض أن نداوي الوضع بالقضاء على النتائج لننظر لنشخص المرض. يشار إلى أن وزيرة الداخلية الإيطالية كانت التقت الأسبوع الماضي سعيد للتباحث معه حول مسألة الهجرة غير النظامية، إذ أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن الوافدين على السواحل الإيطالية خلسة منذ بداية السنة أغلبهم من التونسيين، أرقام زادت من التوتر بين الحكومة التونسية وشركائها في الاتحاد الأوروبي. وفي هذا السياق التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمن الهذيلي لمناقشة أسباب ارتفاع نسبة الهجرة غير النظامية في الفترة الأخيرة والسبل الكفيلة لمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتداعية والتي تدفع بمئات الشباب سنوياً بالمخاطرة بحياتهم وعبور البحر المتوسط نحو المجهول.